كابتن بلال، اكيد مريت بالظروف دي قبل كده، سواء يعني على المستوى الفردي، وزي ما احنا عارفين كان ساعات كهداف بتقابلك بعض المواقف كده وتلاقي ناس بتساندك، وعلى المستوى الجماعي. وعلى المستوى الجماعي بص، احنا انا مريت باسوأ حاجه ايه في تاريخ النادي الاهلي مر بيها. ايه؟ دوري الاسماعيلي، سوري، دوري الزمالك، اللي هو الاسماعيلي ولا الزمالك؟ لا، دوري الزمالك اللي هو بتاع امبي 2002. بتاع امبي اخر ماتش، اخر ماتش لسيد عبد النعيم، اتعادلنا فيه. انت متخيل يبقى انت رايح تلعب ماتش والجمهور رايح يحتفل. تمام؟ وانت افضل من امبي بمراحل كبيره جدا. ده كان في ملعب مولين؟ كان في ملعب مولين العام. تمام؟ محمد فضل لعب جنبك؟ بالظبط. انا اتعورت وخرجت كده من الشوط الاول. بومفرير المدرب. وما كملتش الماتش، كان جالي سبرين انكل. تمام؟ وخرجت وكان عندنا سوء توفيق غير طبيعي. مش مباراه ان امبي يكسب فيها، سوء توفيق غير طبيعي. ثلاث انفرادات ضايعين، وثلاثه في العارضه، واثنين بيطلعهم الجون، وواحده السنتر باك بيطلعها من تحت العارضه. وعايز اقول لك انك بتلعب ثلث ساعه الجمهور مستني بس الجول يدخل. أيوه. بس مش مستني حاجه ثانيه. تعادل فقط. محتاج تعادل بس. فتخسر الماتش، تخسر دوري عام، وعندنا بطوله كاس مصر بعديها بخمس ايام بالظبط. الزمالك كان بيلعب المحله في الاستاد. لا، بيلعب الاسماعيلي في الاستاد، مش المحله. الاسماعيلي في الاستاد 2-1. 2-1 يا كابتن. يعني كانت مباراه كلاسيكيه، كانت من مباريات الفن الجميل اللي احنا كنا استمتعنا بيها فيما بعد يعني. كالعاده يعني. نعم؟ كالعاده. خلينا في البطوله. خلينا في كاس مصر. طيب ماشي. خش على كاس مصر. خش على كاس مصر يا كابتن. خد لك بقى كمان. اصل انا بحب الكلاسيكيات. خد لك 78 يا بلال. 78 و 88 78 وجول وقرار يطلع بالهدف الاعتباري. اعتباري بقى ايه؟ اتفضل يا كابتن. فعندنا كاس مصر بعديها بخمس ايام، دور الثمانيه البلديه في اسكندريه، مدينه المحله. طبعا كان زمان الجمهور مسموح له انه يدخل التدريبات. طبعا التتش اتملى بالكامل، تقريبا بيشيل حوالي 5000 او حاجه زي كده، واكتر من كده جنبه. جمهور جاي طبعا ايه، مش جاي يسقف لك، الجمهور جاي مش عارف يعمل ايه. عارف عندك ماتش ودوري خسرته بشكل غير طبيعي، فالجمهور منهار طبعا. جاي غضبان جدا من اللعيبه، عنده يعني حاله زعل، حاله غضب كبيره جدا. انت عارف جمهور الاهلي مش من الجماهير اللي بتقف تسقف وتقول لك شكرا، برافو عليك، عملت اللي عليك. لا، فاهم قصدي؟ لا، انا عايز بطوله. ما انا هسقف لك وكل حاجه، ولو ما جبتش بطوله. خد بالك، المختلف عن جمهور الاهلي، عن كل بقيه، المحترمنا الكل طبعا الانديه وجماهيرها، بس المختلف عن الاهلي كمان، انك لو جبت بطوله وانت مش بتادي بروح يبقى زعلان. ايوه، يبقى تحس ان كده البطوله دي مش على هواه. لا، أي، انا مش عايز دي، هات اللي بعدها. أي، زي افريقيا اللي فاتت وافريقيا دي. تمام؟ احنا كسبنا افريقيا دي مبسوطين، بس اللي فاتت كانت اجمل شويه. تمام؟ فطبعا الجمهور زعلان وغضبان جدا، يمكن كانت اجمل عشان الفاينل. طب ما انا بقول لك، ما هي دي اللي اجمل فيها. لا مالك، احلى من وجهه نظرنا كلها. انت اللي بتخرجني على فكره. ماشي خلاص. ف وكان الكابتن خطيب كان مشرف العام على الفريق في التوقيت ده، او بقى مشرف بعد الماتش، بعد ما خسرنا الدوري. نزل الكابتن خطيب، طبعا الجمهور يعني كله بيزعق وبيتخانق وبيشتم في اللعيبه، طبيعي يعني، عادي جدا، واحنا متقبلين يعني. احنا كلعيبه متقبلين، لان انت خسرت حاجه ما كانش من المفترض انك تخسرها. كانش حد متوقع انك تخسرها خالص نهائي. انا بقول لك الناس راحت في المقاولين تحتفل. صح، ده كان دوري صعب جدا فعلا. تحتفل. صح. فكابتن الخطيب يعني يمكن راح للجمهور، اتكلم معاه يمكن 3-4 دقايق، كنت انا مصاب وبلف حول الملعب. فمفيش 10 دقايق لقيت كل الجمهور بيهتف باسم كل لعيبه واحد واحد، بعد الزعيق والشتيمه وكل حاله الغضب اللي طلعت، لقينا الجمهور بيساند الاهلي. فاحنا توقعنا في مباراه البلديه وفي اسكندريه، اكيد يعني الجمهور بص حزين، مش هيحضر، مش هيقازر. أيوة. ولو حضر هيحضر مثلا 10,000 بالكتير. أيوة. يعني احنا بنبص في ماتش البلديه لقينا الاستاد مليان، بس كله مليان اهلي، كله. عارف طبعا البلديه جمهوره في المحله. طبعا جمهور استاد اسكندريه كان مليان على حافته. احنا يعني عايز اقول لك ان المباراه دي من اكتر المباريات اللي انا حضرتها مع اللعيبه، وهي بتبذل كل اللي موجود عندها.
تمام. انت متخيل ان انت بعد 5 ايام بالظبط بتروح تلعب البلديه في كاس مصر وانت خسران دوري عام، فالجمهور يفضل يقازر ويشد فيك لحد ما تاخد البطوله من الاسماعيلي هنا في القاهره. كسبنا كاس مصر من الاسماعيلي هنا في القاهره وخدنا بطوله كاس مصر. فده الشاهد اللي انا عايز اقوله، ان زي ما انت بتقول كل الكباتن قالوا، جمهور الاهلي ممكن يغضب اوقات كتيره جدا ويبقى زعلان وينفجر، تمام، ويبين حاله غضبه سواء على السوشيال ميديا او لو موجود في الاستاد في المدرجات في اي مكان، بس في نفس التوقيت هو اتعلم او عاش مع اللعيبه وعاش مع الاداره نفس النموذج والسيستم اللي احنا بنعيشه. أيوه. ان هو البطوله قفلت، عندي واحده تانية مهمه اهم حتى لو كسبان اللي قبليها. أيوه. عند اللي جاي اللي بعدها، تمام. الجمهور عارف ان في بطوله مهمه جدا، ما ينفعش يحملك اكتر من طاقتك فتخسر اللي فات واللي جاي. النهارده جمهور الاهلي ليه زعلان بقى؟ ان انت الكباتن كلهم قالوا 2 افريقيا واتنين دوري عام ورا بعض وكاس مصر والسوبر المصري والسوبر الافريقي. أيوه. وتالت عالم وداخل في دوري عام، من الوارد انك تخسر، وارد عادي، كره القدم كده. مش هتفضل تاخد دوري طول عمرك، ولا هتفضل تاخد كاس مصر طول عمرك، ولا هتفضل طول عمرك بتاخد بطوله افريقيا، بس انت عودت الجمهور انك بترمي اللي فات ورا ظهرك وبتشتغل في اللي جاي. صحيح. وبتحاول ان انت اللي جاي ده بالنسبه لك هو ده الهدف اللي ما عنديش اهداف ثانيه، ما عنديش حاجه اسقف عليها قديمه، خلاص القديم ده موجود في المتحف، موجود في الكاس بتاعه والدوري والبتاع موجود في الدولاب. مزبوط. انا عندي اللي قدامي دلوقتي. وكمان في نقطه، هو كمان بيبص على حاله الفرقه، هل الاهلي يستحق؟ هل اللعيبه دي تستحق الدوري؟ هل هي الافضل من المنافس؟ دي الرؤيه رقم 2. احنا افضل بكتير جدا من الخصم، فنيا بدنيا كل حاجه. في بعض المشاكل وبعض الحاجات اللي اتكلمنا هنا فيها من حوالي، من بعد بطوله افريقيا تاني ماتش كان ماتش البنك الاهلي، قلنا يا جماعه في حاله من التشبع بتحصل من كتر البطوله. طبيعي على فكره، طبيعي جدا جدا جدا. ميسي خد 5 مرات ورا بعض البالندور، صح؟ صح. جير كريستيانو خدها بعد كده. مش ميسي ما قالش، بس في حاله من التشبع ممكن تحصل كده فيخليك تنزل شويه، فالتاني يبقى عنده دوافع، هي نفس الدوافع اللي عايشين عليها. بس وده الطبيعي في كره القدم، فوارد. عشان كده بقول لك جمهور النادي الاهلي، تمام، هو دايما حاطط زي حالاتنا كده بالظبط، حاطط البطولات في الدواليب، بيبص على الجديد، عشان كده دايما بيزعل. هو انت لما تيجي تتكلم بالمنطق، المنطق اللي ربنا بيقول او الدنيا تعهدت عليها، انا عندي 8 بطولات لسه واخدهم، 8 ورا بعض، فطبيعي لو البطوله راحت مش مهم، مش فارقه كتير يعني، ولكن ما عندناش احنا كده. أيوه. ما تربناش على كده للاسف، اتربينا على ان كل بطوله بتدخلها الجمهور بيطلبها قبل ما انت كلاعب تطلبها. صحيح. وهو اللي خد بالك، وهو جمهور الاهلي ساعات هو اللي بيحط الدوافع عند اللعيبه، مش محتاج ان اللعيبه تدي دوافع للجمهور. صحيح.